أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الفصل السادس في النوع وبعض أحكامه. المانية النوعية: توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد. هنا يريد أن تكلم عن الماهية النوعية وليس أي ماهية، يعني لا الذاتي لا الجزء الذات، لا يريد أن تكلم عن جزء الذات ولا ما هو عرضي. الماهية النوعية التي لها ذاتيات من جنس وفصل وأجزاء، هذه الماهية النوعية أجزاؤها في الخارج موجودة بوجود واحد، يعني ليس لكل جزء ما بإزاء في الخارج متميز. أنا ما أقول جنس وفصل ومادة وصورة، يعني ماذا؟ أن هذا بحسب التحليل العقلي موجودان في الخارج، لكن ماذا؟ لوجود واحد، يعني متحدتان. قلنا هنا الماهية تارة تكون، مرة معنا سابقا في بحث في الفصل الرابع آخر فصل، وعلم أن المادة في الجواهر المادية موجودة في الخارج على ما سيأتي، وأما الأعراض فهي بسيطة غير مركبة في الخارج. يعني ماذا؟ هنا نستطيع أن نقول أن الماهية النوعية على قسمين: بسيطة غير مركبة ومركبة. طبعا الغير مركبة يعني لا مادة ولا صورة لها، وهي على قسمين: البسيطة الأعراض كما ذكر سابقا، الأعراض هي لأنها أجناس معالية بعد لا يوجد لها فصول، وأيضا المجردات التي هي جواهر من الجواهر، يعني الجواهر تنقسم بهذا الاعتبار أيضا إلى قسمين: مادية وغير مادية. غير مادية يعني بسيط، والأعراض كلها ماذا؟ بسيطة. هنا بهذا الكلام إذا من الابتداء نستطيع أن نقول ماذا كلامه في هذا بالماهيات النوعية المادية، لكن إلى الآن لم يثبتوا إثباته في آخر المطلب بالنسبة إلى الأفراد هناك. الماهية النوعية يعني المركبة، الماهية النوعية المركبة توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد، لأن الحمل بين كل منها وبين النوع أولي. ويريد أن يثبت هنا ماذا؟ أن الوجود في الخارج واحد. يبدأ يقول أن لأن الحمل، نحن هنا اختصره أمس ماذا فصله؟ قلنا هذا كله مرة، حتى بغض النظر عن كلمة الجملة ماذا توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد، لأن الحمل بين كل منها وبين النوع أولي، هذا مرة معنا. يعني ماذا؟ هذه الأجزاء بينها، لأن الحمل بين كل منها، يعني كل من الأجزاء، الحمل بين كل من الأجزاء وبين النوع حمل أولي. هذه الأجزاء هي الأجزاء المقصود منها ماذا؟ الأجزاء الذهنية، يعني بالنتيجة جنس وفصل أو ماذا؟ مادة وصورة ذهنيتين، هذا مقصود. مر معنا سابقا لماذا هذا الحمل أولي؟ لأنه بحسب ما مر أن الجنس هو النوع، ماذا هو النوع مبهما، والفصل هو النوع محصلا. جيد، إلى الآن لم تضح ما علاقتها بالوحدة في الخارج، إلى الآن لم يضح. يقول لأن الحمل بين كل منها وبين النوع أولي، فليكن أوليا. أول يعني بالحمل الأولي مفهومهما واحد، كلما حملت الجنس على النوع باعتبار النوع ماذا غير محصلين فمفهومهما واحد، لا يوجد اختلاف بينهما. وأيضا الفصل إذا حملته على النوع باعتبار كونه محصل، كون النوع محصلا، يكون هو النوع، الفصل يكون النوع يساوي النوع تماما، فالحمل أولي. إلى الآن لم يتضح لماذا في الخارج موجود هذه الأجزاء موجودة بوجود واحد. جيد، والنوع موجود بوجود، هنا النقطة الأساسية وهذا الوسط، والنوع موجود بوجود واحد، يعني ماذا؟
وعندنا النوع موجود بوجود واحد، هذا الفصل والجنس محمولان بالحمل الأولي على النوع. إذن إذا وجد النوع في الخارج والنوع واحد في الخارج، الجنس والفصل واحد في الخارج، لا يتعدد، لأن النوع يساوي الجنس والنوع ماذا؟ والنوع يساوي الفصل بالحمل الأول. فإذا وجد في الخارج النوع، وجد في الخارج نتيجة النوع ماهية تامة، فهي حد. طبعا هنا النوع بما هو نوع بالأخير هو ماذا؟ حد لموجود واحد، يعني بما هو في الخارج ماذا؟ هناك موجود واحد. وأما في الذهن فهي متغيرة بالإبهام والتحصر. إذا بما أن النوع الذي هو يعتبر الماهية التامة الموجودة في الخارج، وكلا الجنس والفصل يحملان بالحمل الأول بنفس الحمل، إذا وجودهما واحد في الخارج كما أن النوع واحد في الخارج. وأما في الذهن هنا أيضا ماذا؟ يكمل الكلام عن الجنس والفصل أو الأجزاء، هذه الأجزاء الذي قال أجزاء النوع موجودة بوجود في الخارج بوجود واحد كوجود النوع، فهي موجودة في الذهن بوجود متغير، وقد مر معنا هذا الكلام أيضا، وهذا ذكرنا أمس أنه مر معنا سابقا. أما في الذهن فهي متغيرة بالإبهام والتحصر. هنا قال ماذا؟ الجنس مبهم والفصل متحصل، ويحمل كل منهما على الآخر ماذا؟ بالحمل ماذا؟ أي حمل؟ يحمل كل منهما، قلنا بالحمل الشائع الصناعي. ثانيا أن كل من الجنس والفصل محمول على النوع حملا أوليا في الفصل الرابع. وثانيا أن كل من الجنس والفصل محمول على النوع حملا أوليا، هذا ما تقدم ذكره بهذا الفصل السادس. وأما النسبة بينهما أنفسهما فالجنس عرض عام بالنسبة إلى الفصل، والفصل خاصة بالنسبة إليه. ونحن قلنا هذا الحمل شائع للاختلاف بماذا؟ إذا جاء في الامتحان ما الفرق أو كيف يحمل أو ما هو نوع الحمل مثلا، أو اشرح العبارة التالية. تقول هنا حمل شائع بينهما، أنا أقول الحمل عندما يحمل اختلاف بينهما في الإبهام والتحصل، بالنتيجة عندما يحمل أحدهما على الآخر وغير الآخر، يعني مفهوما ماذا؟ مختلف مصداقا يتفقا، هذا حمل شائع صناعي. طبعا خلاف الحمل، وإن كان هذا في الذهن، في الذهن هو حمل أولي في بحث الكلي، في بحث الكلي. نحن هنا كلامنا نرجع ونعيد أن هنا الحمل في بحث الذاتيات والكليات الخمسة. إذا فهي متغيرة بالإبهام والتحصل، يعني ماذا؟ الجنس مبهم بالنسبة إلى الفصل، والفصل محصل بالنسبة أو محصل ومتحصل بالنسبة إلى الجنس، فيحمل كل منهما على الآخر حملا شائعا صناعيا. فنقول الجنس فصل، الجنس فصل، فيكون الفصل عرضا ماذا؟ خاصة للحيوان إذا حملنا، وإذا حملنا الحيوان على الفصل يكون الحيوان بالنسبة إلى الفصل ماذا؟ عرض عام، يكون عرضا عاما. ولذلك كان كل من الجنس والفصل عرضيا للآخر زائدا عليه، هذا وضحنا الآن. عرض هذا الجنس بالنسبة إلى الفصل عرض عام، والفصل بالنسبة إلى الجنس ماذا؟ خاصة، كان زائدا، هذا بحسب الذهن. أما بحسب الخارج ما واحد، دي وحدة النوع موجود في الخارج كما تقدم. أين تقدم؟ في الفصل الرابع. ومن هنا ذكروا أنه لا بد في المركبات الحقيقية، أي أنواع مادية المؤلفة من مادة وصورة، طبعا المركبات الحقيقية نحن أمس قسمنا المركب إلى حقيقي اعتبار، والحقيقي اتحادي وانضمامي. نحن مثلنا
الاتحاد بماذا؟ بالمادة والصورة. ومثلنا للانضمام بالجوهر والعرض. على هذا الكلام أنه ومن هنا ذكروا أنه لا بد في المركبات الحقيقية أي الأنواع المادية أن ولا في المادة والصورة يعني لا يدخل الجوهر والعرض، وبالتالي لا يدخل في التركيب الحقيقي ماذا؟ الانضمامي. لا يدخل في التركيب الحقيقي الانضمامي. طيب اتركوا الآن هذا، أنا ما أقول يضرب مثال، هذا من باب الحصر أو من باب ماذا؟ المثال. يقول وهنا من هنا ما ذكروا أنه لا بد في المركبات الحقيقية أي الأنواع المادية المؤلفة من مادة وصورة تدخل في ضمنها أيضا الجوهر والعرض أو لا يدخل، أن يكون بين الآن ندع فقط هكذا، نقول الماء هو مركب مادة وصورة، أن يكون بين أجزائها فقر وحاجة من بعضها إلى بعض حتى ترتبط وتتحد حقيقة، وحتى يكون اتحاد حقيقي لا بد أن يكون كل منهما. وهذا ما قلنا عندما بينا ماذا الاتحاد التركيب الحقيقي الاتحادي، قلنا كل من الأجزاء محتاج إلى الآخر طرفين منعكس، أي يكون أن يكون بين أجزائها فقر وحاجة من بعضها إلى بعض حتى ترتبط وتتحد حقيقة، وقد تعدوا المسألة ضروية لا تفتقر إلى بران احتياج والتركيب بهذا المعنى حقيقة المادة والصورة بديهية لا تحتاج إلى بران. جيد هذا ادعاءه، لكن المسألة أين؟ ما لا يحتاج إلى برهان احتياج كل جزء كل جزء للآخر، أو أن هذه المركبات الحقيقية بأجزائها مركبة، هذه المركبات يعني مادة وصورة هي ماذا؟ مركبات حقيقية. يعني مرة يقول أن كون هذه المركبات مادة وصورة مادية مركبات حقيقية، وأخرى يقول ماذا أن بعد التسليم بأنها مركبات حقيقية كل منها يحتاج إلى الآخر بداهة. يعني مرة نقول الأول هو بديء ومرة نقول الثاني هو بديء، وقد عدوا المسألة ضرورية لا تفتقر إلى برهان. هنا في أي كلام فيما تصور أن يكون بين أجزائي فقر وحاجة من بعضها إلى البعض، يعني هذا التعريف من حقيقة الاتحاد ليس غير المركب نعم. حقيقة الاتحاد بعد ذلك واضح بأن المقصود من الحقيقة هو الاتحاد، ولو كان اتحاديا مثل المادة والصورة ولا يتركب هذا المركب إلا بانضمام أو بتركيب أحد من الآخر. يعني نقول لو كان البداهة أين؟ في أي موضع البداهة هنا؟ في دخول المادة والصورة في المركب الحقيقي، يعني كون كل جزء يحتاج إلى الآخر أو لا، إثبات أن نفس المادة والصورة نفس المادة والصورة هي كل منهما محتاج إلى الآخر. يعني نقول في المركب الحقيقي تارة نقول لا بد في المركبات الحقيقية المسألة ما يعني بالنتيجة ماذا المقصود؟ المسألة ضرورية كون المركبات الحقيقية تحتاج إلى أجزاؤها إلى أن تكون كل جزء منها محتاج إلى الآخر أو لا، في دخول المادة الأنواع المادية في دخول الأنواع المادية في هذا المركب الحقيقي. يعني نقول أن المركب الحقيقي هو مسلم، المسألة مسلمة أنه مركب حقيقي، أن المركب الحقيقي يعني كل جزء يحتاج إلى الآخر أو لا، في دخول المادة والصورة يحتاج كل منهما إلى الآخر بداهة، لأنه يعني على الأول المادة والصورة هو يعتبر مصداق، نقول هكذا في كل حال وفي كل أحوال المادة والصورة مصداق للتركيب الحقيقي، لكن نقول بداهة المادة والصورة كل منهما محتاج إلى الآخر أو لا، نقول أصل هذا التركيب الحقيقي المفروض أن يكون هكذا كل من أجزائه يحتاج إلى الآخر. وأتصور أن ترجع إلى أصل المسألة، لأنه انظر أي الأنواع المادية المؤلفة وضعها بين في جملة اعتراضية، وبالتالي هذا تمثيل ويدخل في ضمن القاعدة الكلية المركبات الحقيقية كل جزء فيها محتاج إلى الآخر، وهذا بديهي لا يحتاج إلى إثبات في المركبات الحقيقية. ويمتاز المركب الحقيقي من غيره بالوحدة الحقيقية،
وعندنا وحدة غير حقيقية، وهذه الوحدة ماذا نسميها؟ سميناها مثلا أمس أحد البعض سماها الصناعي مثلا اعتباري، يعني اعتبار معتبر، نعتبر اتحادا ما في جهة معينة فننتزع منها مفهوما مثلا معينا، ويلتزم المركب الحقيقي من غيره بالوحدة الحقيقية. طبعا هنا المقصود من الوحدة الحقيقية بأن كل جزء يفنى في الآخر بحيث ماذا؟ لا يتميز أحد أجزاء عن الآخر. نحن فقط نقول مفهوم عقلي هو يقول يرجع أصل المسألة هكذا، أن هناك مثلا عندنا جنس وفصل، لكن في الخارج ماذا؟ وجودهما منتهي، يعني لا يوجد بينهما تمايز في الخارج. هذا هو الوحدة المقصود من الوحدة الحقيقية، يعني الجزء يفنى في الكل ولا يوجد في الخارج ماذا؟ إلا الكل، ليس الكلي، كل ليس الكلي، يعني الكلي لا يوجد إلا الطبيعي بفرقه. إذا بحيث يفنى المقصود بالوحدة الحقيقية هنا ماذا؟ بحيث يفنى الجزء، يكون الجزء فانيا كالآن يتضح بخلال المثال الذي يضربه والمثال الذي ضربناه أمس أيضا بالنسبة إلى الوحدة الاعتبارية، وذلك بأن يحصل من تألف الجزئين مثلا أمر ثالث. هذا توضيح آخر يريد أن يوضح أيضا ماذا؟ الوحدة الحقيقية. إذا تألف الجنس والفصل يتحد يصبح عندنا ماذا؟ نوع، وهذا مقصوده. مثلا يحصل من تألف الجزئين، طبعا مثلا أمر ثالث، وذلك بأن يحصل من تألف الجزئين مثلا أمر ثالث. أمر ثالث مثلا لأي شيء، مثال كمثال، بدلا يقول ماذا؟ كذا، قل مثلا أمر ثالث. الثالث من باب المثال أو ما قبله من باب المثال. السؤال واضح، وذلك بأن يحصل من تألف الجزئين مثلا أمر ثالث تمثيله بمثل، أو بالأحرى إعرابه. إذا عرفنا إعراب مثلا هنا نعرف يرجع إلى أين، يعني من باب المثال نقول هذا، لكن لأي شيء؟ أقرأ العبارة جملة واحدة مثلا تألف الجزئين أن يحصل أمر ثالث من تألف الجزئين مثلا، يعني أن هذا يحصل فاعل أمر ثالث، صحيح؟ يعني أن يحصل أمر ثالث من تألف الجزئين مثلا. المثل هنا لأي شيء؟ لأي شيء؟ للحقيقة وهنا يعني لا وحدة لا 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 لا، هو عندما نقول مثلا يعني تمثيل، مرة نعبر كذا مثلا، كما لو قلنا كذا أو مثل كذا، هنا لم يعبر لا بمثل بمثل كذا ولا بك التشبيهية أو التمثيلية، هنا جاء بمثلا، كلمة مثلا هذه أين تأتي؟ مثلا هو نحوي لكنه ماذا له علاقة به أيضا ماذا بالبحث، إرجاع مثال أي شيء. الأمر الآخر هذا مسلم به، وبالتالي الأمر الآخر يعني يتشكل من الجزئين أمر آخر يعني ثالث، هذا مسلم به في المركب الحقيقي، لكنه مثلا يضرب مثالا ماذا؟ تألف الجزئين، قد يكون عندنا ثلاثة أجزاء، واضح؟ إذا ماذا تمييز لماذا يحصل من تألف الجزئين مثلا، يعني كما لو تألف الجزئين يحصل عندنا مثلا ثلاثة أجزاء يحصل عندنا أمر رابع. إذا مسلم من المسلم هو تمثيله للجزئين، يعني لا يقال لماذا حصلت بالجزئين، قد يكون أجزاء متعددة. مثلا فرضنا كما يضرب مثال مثلا أجزاء المعدن، قد أمور كثيرة من الجزيئات الموجودة في تشكيل المعدن مثلا تجتمع مع بعضها فتشكل أمرا هو المعدن. إذا يحصل من تألف الجزئين مثلا تمثيله، هنا كلمة مثلا يعني ليس على نحو الحصر جزئين فقط، قد تكون ماذا؟ ثلاثة أجزاء فتشكل أمر رابع. إذا عندما ترى كلمة مثلا هذه هي تمثيل لما سبق وليس تمثيلا لما بعد، وإلا عادة مثل كذا يأتي التمثيل بعد مثل، كلمة مثل غير كل. إذا وذلك بأن يحصل من تألف الجزئين مثلا أمر ثالث غير كل واحد منهما له آثار خاصة غير آثارهما الخاصة. ماذا هو يضرب؟
مثال كالأمور المعدنية التي لها آثار خاصة غير آثار عناصرها. لكل عنصر العناصر المركبة للمعدن أثر خاص إذا تركب، والدليل على أنها لا أثر خاص إذا تركبت مع أمر آخر قد يكون لها أثر آخر غير المعدنية. مثال الأكسجين والهيدروجين أي الماء، الماء تشكيل الماء، الهيدروجين هيدروجين والأكسجين يشكل ماذا؟ الماء. أمر ثالث، كل منهما له أثر، إذا فك لوحده وله أثر مستقل. لكن مشكلة في كلا المثالين، مشكلة في علاقته بمسألة النوع، الماهية النوعية، كلامنا في الماهية النوعية، الماهية النوعية جنس وفصل. يعني يعتبر لو فرضنا أنه حللنا بين الهيدروجين والأكسجين، فهو اللي يعتبر الهيدروجين مثلا هو جنسه والأكسجين هو فصل، ربما التقريب التركيب الحقيقي، التركيب الحقيقي، وإلا ليس له علاقة ببحثنا أصلا في النوع. لما أقول الماء يتركب الهيدروجين والأكسجين مثلا، هو ما علاقته ببحث النوعية، الماهية النوعية التي تألف من جنس وفصل. نحن نريد مثالا لماذا يتشكل منه أمر ثالث والحال. طبعا هذا في نظر أيضا أن يتشكل أمر ثالث، لأن نحن نقول النوع هو جنس، الجنس هو نوع غير متحصل مبهم، والفصل هو النوع متحصل. إذا لماذا يتشكل أمر ثالث؟ ما أدري بعد. ويقول الوحدة الحقيقية بينهما، بين هذه الأجزاء وحدة حقيقية تشكل أمرا ثالثا. ونحن نقول هو أصلاً لا يوجد عندنا في الخارج، هو نوع وشيء آخر إذا حل تحلل يتحلل، يذهب كل عنصر لوحده له أثره مستقل. يعني تبقى هنا القضية مبهمة في هذه المسألة. يعني تركيب هو وشكل هذا يعني أمر ثالث، يعني شيء آخر. شيء آخر، أين الشيء الآخر في النوعية مثلاً؟ النوعية أين الشيء الآخر؟ المادة والصورة إنما نقول في الخارج شيء آخر. ماذا وصورة يتركب منه مثلا جسم؟ لذلك هو جاء المسار ويتركب ماذا وصورة؟ فماذا وصورة يتركب؟ إذا ما رأيكم كلام في المفهوم الذهني؟ نحن نقول المفهوم الذهني عندنا مادة وصورة، وعندنا يتشكل منه نوع، المادة زائد الصورة تساوي النوع في الذهن. لكن خارج لا يوجد عندنا إلا النوع مثلا، لا يوجد عندنا إلا مصداق النوع. على كل المهم أنه أصل كلام صحيح. والتركيب في الذهن، التركيب هو يقول هكذا، يقول هو المادة والصورة موجودتان في الخارج بوجود واحد. نحن نريد أن نقول هكذا. الآن أصل المسألة أين؟ في أن التركيب ماذا؟ حقيقي، بمعنى أن كل جزء من الأجزاء ماذا؟ محتاج إلى الآخر، وفي الخارج ليس إلا واحد، وإلا لكان كل منهما له امتياز وكل منهما له آثاره الخاصة. لكن يبقى الكلام في أن هذا الاجتماع للجزئين يشكل أمرا ثالثا أو لا. ما هو نفسه هذا الاجتماع يشكل ماذا؟ النوع، بالاختلاف الاعتبار لا أدري معك. نعم، في التركيب الذهني قد يكون، يعني أن المفروض أن يكون الكلام في الخارج، والكلام هنا هو النوع المحصل والجنس هو النوع المبهم. اي لا، هو والنوع الاثنين، هناك ثلاثة اشياء. النوع ماذا؟ النوع متقوم، هو النوع النوع متقوم بفصله وجنسه. على كل هلا مهم كلام هنا المفروض يكون في الامر الخارجي، تشكل الامر الخارجي. لا يوجد عندنا شيء هو نوع يتشكل من مادة وصورة خارجيتين تركبهما، يعني تبقى قضية فهم أن تركب الأمرين، يعني يقول لكل من الأمرين أثره الخاص. أين أثر الأمرين الخاصين؟ هو أثرهما واحد كلا الأمرين. يعني نقول المادة والصورة خارجيتين موجودتان بوجود واحد تشكلان النوع. على كل غير كل واحد منهما، إذا أمر ثالث غير كل واحد له آثار خاصة كالأمور المعدنية التي لها آثار خاصة غير آثار عناصرها. لا كالمعسكر المركب من أفراد، يعني التركيب الاعتباري أو التركيب الصناعي مثلا، معسكر
أو كالعسكر عفوا قراءة المعسكر كالعسكر المركب حتى المعسكر يعني هو تعبير آخر عن هذا لكن أعم من العسكر المعسكر هو أعم من العسكر كالعسكر المركب من أفراد العسكر المركب تعرفون معنى العسكر الجيش مركب من أفراد نقول عنه جيش هذا مفهوم ماذا انتزاعه من هذه تشكل ماذا الجيش لكنه ليس تركيبا حقيقيا يشكل أمرا ثالثا بحسب ما بين تركب الأفراد لا يشكل أمرا ثالثا لما كل فرد الحال مستقل لوحده ولا أثاره المستقل والبيت المؤلف منها ماذا نقرأها بيت مؤلف من ماذا من اللبن من اللبن وليس من اللبن من اللبن على الإصلاح العراقي أو الحجازي الطابوق هذا الذي يبنى منه البيت وخصوصا بالأخص على الأبنية القديمة في قم كان إلى الآن ما تزال موجودة يعني من الطين تصنع أجزاء صغيرة من الطين وتوضع ويشكل منها المنزل مثلا هذا اللبن البيوت اللبنية يقال عن البيوت اللبنية والجص والبيت المؤلف من اللبن والجص وغيرهما الجص هو هذا بالإصلاح فاز الجاتش أبيض هذا الأبيض ناعم كان بعد أن يوضع مؤلف ماذا ويقول هكذا اللبن هي القطع الحجرية القديمة أو قطع مشكلة من التراب والطين الجامد وتوضع فوق بعض تشكل البيت بعد ذلك ماذا تطلع به تطلع بالبياض الكل يسمى هذا الجص يسمى الجص الذي هو القش باللغة الفارسية وعادة كان القديم ماذا بيضاء أراها بيضاء هي كثيرة في خصوصا في المناطق الغربية العربية المناطق العربية المغرب وتونس إلى الآن موجودة بعضها لونه أخضر مثلا تطلب اللون الأخضر إلى الآن موجود إذا والبيت المؤلف من وهذا تأليف ماذا ليس حقيقي لم يكن هناك اندكاك للأجزاء في بعضها البعض تشكل أمرا واحدا من هنا ومن هنا أيضا يترجح القول بأن التركيبة بين المادة والصورة اتحاد لا انضمامي المشكلة هنا انضمامي نحن قلنا ماذا كالجوهر والعرض لكن تبقى المشكلة في التقسيم هذا الانضمامي يشكل وجودا ثالثا أو لا يشكل وجودا ثالثا على هذا التحليل مثلا يشكل وجودا ثالثا أو لا يشكل وجودا ثالثا عندنا جوهر معرض جوهر معرض يشكل مفروض أن يكون ماذا يشكل أمرا ثالثا فلا يختلف ماذا عن الأمر الاتحادي لكن الفرق بينهما ماذا نستطيع أن نقول فقط في مسألة ماذا في مسألة أن كل جزء من الآخر كل جزء منهما محتاج من الأجزاء محتاج إلى الآخر لكن هنا في الجوهر والعرض ماذا أحدهما محتاج إلى الآخر العرض محتاج إلى الجوهر كموضوع له طبعا قد يكون هناك إشكال في تقسيم التركيب يعني عندما قسمنا الاعتباري واعتباري وحقيقي قد يكون هذا الانضمام هو تشبيهه يمكن تشبيهه ماذا الى العسكر وافراد العسكر مثلا والبيت المؤلف كذا وكذا يمكن تمييزه مثلا عند جزء اجزاء في الخارج ماذا غير مدكة في بعضها يعني تستطيع ان ترى البياض تستطيع ان ترى ماذا الجسم كل منهما شيء وان كان ماذا في الخارج بحسب الظاهر شيء واحد لكن تستطيع ان تقول هذا الجدار ابيض بياض وفيه هذا الجدار لكن تستطيع ان تقول هذه صورة هذه مادة في الخارج يعني هنا يكون ماذا مقصوده انضمامي لا يدكان في بعضهما على كل الاصل المطلوب هو هذا ان اذا كان كل جزء محتاجا الى الاخر فهو حقيقي بحسب اصلاحنا اما اذا كان غير ذلك انضمامي الا بغض النظر ما نسميه اعتباري او نسميه ماذا حقيقه ايضا يدخل ضمن الحقيقي
هذا أمر آخر بعد التمييز بين العسكري المركب من أفراد وبين الجوهري والعرب بعد أمر آخر. المهم أصل الكلام في أنه اتحاديا لكل منهما محتاج إلى الآخر مشكلان أمرا ثالثا. ثم إن من الماهيات النوعية على ما هي كثيرة الأفراد كالأنواع التي لها تعلق ما بالمادة مثل الإنسان، ومنها ما هو محصن في فرد كالأنواع المجرد تجردا تاما. وإلى الآن لم يستدل. نحن نقول ابتداء هكذا نقول الماهيات النوعية التي لها مادة مركبة طبعا إما لا ليست مركبة عامل المركبة الماهيات النوعية إما كثيرة الأفراد أو ماذا أو انحصر بفرد واحد. الآن ما الدليل على أنها كثيرة الأفراد مادية؟ وما الدليل على أن واحد متحدة الفرد مجردة؟ يأتي بعد ذلك. هذا كلام بلا إثبات. عندما أقول إن من الماهيات النوعية ما هي كثيرة الأفراد كالأنواع، شوف كالأنواع التي لها تعلق ما بالمادة. وما الذي أدرانا أن كثيرة الأفراد هي مادية؟ وإذا لم تكن مادية ماذا لا تكون كثيرة الأفراد؟ إلى الآن فقط يضرب مثالا كأن الأمر ماذا مسلم ثم يأتي إلى إثباته، وعلى خلاف هذا المطلب المفروض أن يثبت أولا ثم ماذا نضرب مثالا. ما الذي أدرى أنها مادية؟ فقط ابتداء نستطيع أن نقول هكذا حتى بالحصر العقلي، إما أن يكون لهذه الماهية بما أنها كلية لما لها مصادر كثيرة أو لها تنحصر بفرد واحد بحسب ماذا الحصر العقلي. لكن كثيرة الأفراد ما هي حقيقتها، ما هي طبيعتها، هذا يأتي بالبرهان. لكن ابتداء هو يقول ماذا نقول نحن هكذا كالأنواع التي لها تعلق ما بالمادة أو تعلق ما، أو طبعا تعلق ما يمثل لها بالإنسان لم يمثل لها بالحجر لم يمثل لها بالشجر، لأن هذه حقيقتها تعلقها التام بالمادة. إنما يقول تعلق ما له غاية من هذا الكلام، لأنه ما يثبته عن طريق التعلق الماء المائية هذه تعلق ما، يعني مرة قد يتعلق بالمادة ومرة لا يتعلق بالمادة. وعندنا طبعا هذا فعلا سوف يأتي تقسيم هذا التعلق بالمادة، قد يكون فعليا قد يكون كالإنسان مثلا، وقد يكون مجردا فعليا بشكل تام تجرد تام، قد يكون متعلقا بالمادة تماما كالحجر والشجر. وهذا لا نستطيع أن نقول تعلق ما بالمادة، هو كله مادة أصلا لا يمكن الجر. لو نظمها الآية إن من شيء إلا يسبح الله ألا نقول باطل؟ إن من شيء وإن من شيء، هذه تفيد الكلية يسبح لا الله شيء له، يعني نظم من عدم المادة. لا هذا ما الدليل على ذلك؟ وبعض قال هذا لها يعبر عنها بتعبيرات لا تكرهنيني الآن، وهذا بحث آخر أنه تسبيحها وكيف يكون، هذه أمور أخرى. ومنها ما هو منحصر في فرد كالأنواع مجردا تجردا تاما من العقول. من لماذا عبر بهم؟ منها ما هو منحصر في فرد كالأنواع مجردا تاما تجردا تاما من العقول، يعني كأنه مثل كالعقول، العقول ليست تبعيضية، من العقول ليست تبعيضية، يعني قد يتوهم ماذا تبعيضية أنه من بعض العقول، وبعضها ماذا ليس مجرد تجرد تام، بل العقول كلها ماذا مجرد تجردا تاما. وذلك لأن كثرة أفراد النوع إما أن تكون ألم يثبت ماذا هذا المطلب الذي تحدثنا عنه أنه الكثرة للأفراد المادية الأنواع المادية الماهيات النوعية المادية، لأن كثرة أفراد النوع إما أن تكون تمام ماهية ماذا النوع، الكثرة هذه نأخذها إما تمام ماهية أو بعضها جزء الماهية أو لازمة لها غير مفك. وعلى جميع هذه التقادير لا يتحقق لها فرض واحد لوجوب الكثرة في كل ما صدقت عليه. عبر عنه ماذا؟ كلما وضعت يدك على ماهية فهي ماذا؟ كثيرة. هذا الجزء كلما وضعنا على مصداق يدنا على مصداق المصادق الماهية هذه فهي كثيرة، لأن الكثرة ذاتية تماما ذاتية، إما تمام الذات وأما جزء الذات
واضح جدا كلما وضعنا يدا. واما لازمه فهي كاشفه هذه الكثره عن ماذا؟ كثره الماهيه. وبالتالي لا تنفك عنها، فالماهيه ماذا؟ كثيره، لا يمكن ان يكون فرد لها فرد، على هذا لا يتحقق لها فرد. وبما ان كثره، انظر، ولا كثره الا مع الاحاد. الكثره من اين تتشكل؟ فرد 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 من الافراد. وبما انه لا فرد فلا كثره، وإذا لا فرد إذا لا كثرة، وإذا لا كثرة إذا لا ماهية. أصلا لسنا بحاجة إذا لا ماهية. يكفي أن نقول ماذا؟ إذ لا فرد إذا لا كثرة. وبالتالي بأنه لا توجد كثرة، هذا خلف ما فرضنا ماذا؟ أنه كثير. الأفراد كثيرة، هذا خلف، وهذا خلف. خلف ماذا؟ نحن ما فرضنا أن الكثرة للماهية، هناك كثرة للماهية. والحال من حيث أثبتنا ماذا؟ نفينا. أثبتنا، حيث أثبتنا الكثرة نفيناها. وإما أن تكون لعرض فارق يتحقق بانضمامه وعدم انضمامه الكثرة. العرض المفارق، إذا هذا الحصر الثالث الرابع، الحصر الرابع الكثرة هذه ماذا؟ عرض مفارق. يمكن يعني عرض مفارق ماذا؟ قد يتصف قد يتصف بالكثرة وقد لا يتصف بالكثرة. وإما أن تكون لعرض مفارق يتحقق بانضمامه وعدم انضمامه الكثرة. طبعا الكثرة ترجع المفروض ماذا؟ لا ترجع عدم انضمامه أمر مفارق يتحقق بانضمامه الكثرة، وعدم انضمامه عدم الكثرة. هذا المفروض أن يكون، ولا انضمام وعدم انضمام هناك فرق بينهما. ومن الواجب حينئذ أن يكون من النوع، إذن ومن الواجب حينئذ أن يكون في النوع إمكان العروض. طيب جيد، الآن ماذا؟ عرض مفارق، الكثرة عرض مفارق، وما علاقته بماذا؟ بالأمور المادية. يقول لك لا بد أن يكون في هذا النوع ماذا؟ إمكان تلقي الكثرة واستعداد، سمينا استعداد، أيضا استعداد لتلقي الكثرة وانضمام هذه الكثرة. وهذا الاستعداد لا يكون إلا في الأمور المادية، وإلا ما كان مجرد أن تجرد تام بعد لا توجد فيه قوة. عندما تريد أن تقول مستعد ماذا؟ يعني الآن بالقوة بالنسبة إلى ذاك الأمر الذي يستعد لأخذه. الآن عندما أنا أفقد علما أنا بالقوة بالنسبة إلى ذلك العلم، بالقوة إلى أن لست بالفعل، أنا عندي استعداد لتلقي ذلك العلم عندما يكون عندي صار بالفعل. ما كان مجردا تجردا تاما ليس بالقوة بالنسبة إلى أي أمر، بل هو بالفعل بالنسبة إلى كل شيء. لا يتوقع له ماذا؟ المفروض أن يكون هكذا تجرد تام. وبالتالي الإمكان والاستعداد، الإمكان والاستعداد لتلقي ما يريد وما يحتاج ماذا؟ هو في الأمور المادية. ومن الواجب حين أن يكون في النوع إمكان العروض والانضمام، ولا يتحقق ذلك إلا بمادة. طبعا هذا من جهة، ما ذكرنا من جهة، من جهة أخرى أيضا الإمكان عرض صحيح يحتاج إلى محل، ومحله هو المادة، محله هو المادة، المادة جوهر، نتيجة جوهر. لكن هذا قد ماذا يبحث فيه. المهم ما ذكرنا أنه نقول هكذا عنده استعداد، والاستعداد من صفة المادة، الأمور المادية. سوف يأتي هذا تفصيله لماذا يكون محله موضوع وعرض الإمكان وعرض يحتاج إلى ماذا؟ الموضوع، والموضوع والمادة. وبالتالي إذا هذه الكثرة مختصة بالمادية، لأن يعني كل نوع كثير الأفراد فهو مادي. جيد، إلى أن ثبت ماذا؟ أن كثرة الأفراد فعل ماديا، ما كان ماديا هو كثير الأفراد. وقد يكون المجرد ماذا؟ أيضا كثير الأفراد. ما الذي أدرى؟ نقول بالعكس، وينعكس إلى أن ما لا ينعكس ماذا؟ بعكس النقيض الموافق الذي هو طريق القدماء بحسب تعبير المناطق. بعكس، ينعكس بعكس النقيض الموافق، وبينا وكتبنا تعريف العكس النقيض الموافق أمس. وينعكس إلى أن ما لا مادة له وهو النوع المجرد، أو اتركه هو النوع المجرد، ما لا مادة له ليس بكثير الأفراد.
هذا عكس النقيض وهي قضية مسلمة عند الجميع. يعني لا تقول من أما الذي أدرانا بهذه القضية صحة هذه القضية. هذه قضية منطقية مسلمة يعني مبحوثة في محلها أنها نتيجتها كلية عكس النقيض ماذا؟ الموافق كلية الكلية الموجبة تنتج كلية موجبة بحسب ما هو مسلم في المنطق. وبالتالي إذا يثبت عندنا المطلوب أن ما لا مادة له إذا ليس بكثير الأفراد. وبالتالي المجرد النوع المجرد له فرد واحد مصداق واحد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.